أهلا بكم في محاضرات موديول Genetics and Molecular Biology. المحاضرة دي هي تاني محاضرات Replication DNA Replication، وهنتكلم فيها عن Reverse Transcriptase with Polymers. معاكم دكتور سعيد عرابي. بنهاية المحاضرة دي هنعرف الـ Learning Objectives بتاعتنا، يعني إيه Central Dogma، يعني إيه Reverse Transcriptase Enzyme، إيه هي الـ Steps of Replication by Reverse Transcriptase Enzyme، Functions of Reverse Transcriptase، Definition and Location of Polymers، Structure and functions of polymers and synthesis of polymers. أول حاجة هنبتديها يعني إيه central dogma. بنقول central dogma إن المعلومات بتتدفق من الـ DNA إلى الـ RNA إلى البروتين. يعني إيه؟ يعني الـ DNA هو اللي بيصنع الـ RNA، ثم الـ RNA هو اللي بيصنع البروتين. دي اللي احنا بنسميها الـ Central Dogma. القاعدة دي بتنقلب أحياناً لما يكون الـ Genetic Material في بعض الكائنات زي بعض الفيروسات الـ RNA، فبنلاقي إن القاعدة دي الـ Genetic Material بدل DNA RNA. فالـ RNA بيتحول أولا إلى DNA بإنزيم هنعرفه دلوقتي، ثم الـ DNA يتحول إلى بروتين. ده الفيروسات دي بيسموها الـ Retroviruses، الـ Retroviruses، والـ Retroviruses دي على سبيل المثال زي الكورونا COVID-19، HCV، Hepatitis C Virus، Hepatitis A Virus، اللي هو الايدز، ايدز فيروس. كل الفيروسات دي فيها انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، هو اللي بيحول ال RNA الى DNA ثم الى بروتين. يبقى يا ترى هنعرف الريفرس ترانسكريبتيز، نقول بقى الريفرس ترانسكريبتيز ايه هو؟ هنقول ان الريفرس ترانسكريبتيز هو الانزيم used to generate complementary DNA cDNA cDNA complementary DNA from RNA template from RNA template. والعملية دي بنسميها reverse transcription. reverse transcription. ال reverse transcriptase can reverse the first step of flow of genetic information. بدل ما كانت DNA إلى RNA إلى بروتين، هلاقيها بتقلبها إلى RNA ثم DNA ثم بروتين. وده هينتج لنا هيعمل replication في الفيروسات، فينتج فيروسات أكتر، ده بالنسبة للفيروسات، ويخلي الفيروسات invade الهوست، الهوست زي الإنسان، ويتكاثر ويخش جوه الـ DNA بتاع الإنسان، ويتكاثر داخل الـ eukaryotic cells أو الـ human cell. يبقى الـ produce DNA اللي ناتج عن الـ RNA، يعني الـ RNA يتحول لـ DNA، والـ DNA بعد كده ممكن يتكاثر في الفيروس أو داخل جسم الإنسان. الـ steps بتاعت الـ replication بقى بـ reverse transcriptase enzyme هي آدي الشريط البني اللي وصلنا ده هو الـ RNA، RNA strand اللي موجود في الفيروسات، viral RNA. بالـ reverse transcriptase هيبتدي يستعمل برايمر، طبعا في الـ 5 برايم تو 3 برايم، يبتدي يصنع DNA. يبقى إذا الـ RNA هنا هو هيستخدم البني ده
هيستخدم كتمبلت عشان الـ RNA يشتغل عليه. بس لو في على سبيل المثال الـ RNA لو في أدينين يبقى المفروض يبقى قصاده وسيل، لا هنا هيبقى عشان دي ان ايه هيبقى قدامه ثيمين، وجوانين هيبتدي يبتدي سيتوزين. يعني هيتعمل ستراند على الـ RNA تمبلت بمواصفات الـ DNA، الـ ديوكسي ريبوز وأدينين، ديوكسي أدينين وديوكسي ثيمين، ديوكسي سيتيدين وهكذا، كل النيكوتايدز اللي هي فيها ديوكسي شوجر. الريفرس ترانسكريبتيز بقول هيعمل اكستنشن للبرايمر دوت ويعمل لي دي ان ايه. بعد كده يي انزيم اسمه بيعمل دايجيشن للار ان ايه بقى اسمه ار ان ايز اتش، ار ان ايز اتش يكسر الار ان ايه اللي هي الجينيتك ماتيريال الاصليه بتاعت الفيروس، ثم الدي ان ايه الستراند اللي انتج ده يشتغل تمبت دي ان ايه ستراند جديد. في وجود الدي ان ايه بالمريخ 3 يبقى عندي دبل ستراندد دي ان ايه. يبقى اولا الار ان ايه عمل وان ستراند دي ان ايه، ثم الار ان ايز اتش عمليه دايجيشن، والدي ان ايه ده استخدم ك تمبلت لصناعه ستراند تاني من دي ان ايه، والدي ان ايه لايجيز يدخله ويشبكه مع ممكن الهوست دي ان ايه زي الهيومن دي ان ايه. دي الستبس اوف ريبليكيشن، ودي اللي انا الكلام اللي انا قلته دلوقتي. طيب يا ترى ايه الفانكشنز بتاع ريفرس ترانسكريبتيز؟ طبعا الفانكشنز نمره واحد ريبليكيشن في الفيروسز اللي هي اللي هنسميها ريترو فيروسز، الكوفيد 19 اتش اي في ايدز الهيباتيتس اي هيباتيتس سي، كل دول عباره عن ريترو فيروسز، وكل دول فيهم الجينيتك ماتيريال بتاعتهم عباره عن ار ان اي. نمره اثنين اللي هي ريبليكيشن اوف كروموزوم الاند، هناخد بعد شويه حاجه اسمها توليمرز. التوليمرز عشان تتصنع وتطول محتاج ريفرس ترانسكريبتيز موجود في حاجة اسمها توليمريز، يبقى الريفرس ترانسكريبتيز هيساعد على صناعة التوليمرز. تالت حاجة إن أنا ممكن أستغل خصائص الريفرس ترانسكريبتيز، خصائص متمثلة في تحويله من تحويل الـ RNA strand إلى DNA. هذه الخصائص ممكن أستعملها في المعمل في الـ Recombinant DNA Technology عشان عندي احول لو انا عايز ال RNA strands الى DNA strands. يبقى دي الفانكشن بتاعت الريفرس ترانسكريبتيز. طيب هنخش بقى على التوليمرز. يبقى دي اول خلصنا اول جزء من المحاضره اللي هي الريفرس ترانسكريبتيز. الجزء الثاني اللي هو التوليمرز. التوليمرز دي عباره عن ايه؟ التوليمرز دي عباره عن نهايات الدي ان ايه، الأجزاء الصفراء اللي هي موجودة عندي دي هي نهاية اسمها نهايات الدي ان اي، وهنشوفها دلوقتي وهنشوف تعريفها ايه هو في ال. يبقى الجزء ده اهو، الجزء ده اهو، الجزء ده اهو، دي كلها اسمها توليمرز، دي اسمها توليمرز. يبقى اذا لما عاوز اعرف توليمر يعني ايه، ادي الجزء الاحمر ده اهو، ده وده وده وده، يعني من ناحيتين دي ان ايه من ناحيتين. يبقى التوليمرز ار نيوكليوبروتين فورمد اوف دي ان ايه بلس بروتين، نيوكليوبروتين زي الكروموزوم بالظبط، نيوكليوبروتين فورمد اوف دي ان ايه بلس بروتين. بس بعد شويه صغيرين هعرف ان الدي ان ايه ستراكشر بتاع الجزء ده ليه مواصفات معينه. ايه اللي بيبقى موجود فين؟ اللوكيشن بتاعه فين؟ في الاطراف زي ما قلت لكم، اطراف الدي ان ايه من ناحيتين. يبقى التوليمرز ار لوكيتد ات ذا اند اوف لينير كروموزوم، ات ذا اند اوف لينير كروموزوم، في نهايه الكروموزوم من ناحيتين، من ناحيتين. طيب
الستراكشر بقى الفانكشن اوف تولمرز، بنقول الستراكشر اوف تولمرز بيتميز التولمرز بان في وحدات صغيره فيري شورت متكرره من او بسميها شورت بيس اوف سيكونسز. الوحدات المتكرره دي معموله من ثيمين و تي تي اي جي جي، دي الوحده دي متكرره 1 2 3 6 نيوكليوتايدز تي تي ثيمين ثيمين ادينين جي 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 جوانين جوانين جوانين. السته دول متكررين بنقول ممكن يبقى لعده كيلو بيزس، كيلو بيزس كيلو بيزس يعني عده الاف من البيزس، اوكي، اللي هم موجودين في اخر ال دي ان ايه. طيب يبقى ده الاستراكشر، يبقى الاستراكشر بيتميز بيه ان هم استراكشر معين عباره عن 6 نيوكليوتايدز متكررين لعده كيلو بيزس يعني عده الاف من البيز. طيب يا ترى الفانكشنز اوف تولمرز ايه ده؟ طيب اول حاجه الرسمه اللي انا عاملها دي، ايه الرسمه دي اللي انا عاملها؟ الرسمه دي ما هي الا رباط جزمه، رباط جزمه. رباط الجزمه ده اهوت لما تشوف بنلاقي ان في نهايته في الحته ده اهي حته حديده كده رابطه، شايفين دي؟ حته الحديده دي هو ده التوليمرز. حته الحديده دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتحافظ على الرباط نفسه ان هو يبقى يتفتل او يتقطع او وهكذا. يبقى اذا لو انا مثلت الدي ان ايه بالجزء اللي هو رباط الجزمه نفسه واطرافه هي حته الحديده دي، يبقى هو ده التوليمر. يبقى التوليمرز اللي هي موجوده في اطراف الدي ان ايه بيحمي الدي ان ايه من التاكل، بيحمي الدي ان ايه من التاكل. يبقى اذا الفانكشنز اوف تولمرز عباره عن ايه؟ الفانكشن اوف تولمرز ار نيدد تو مينتين اند بروتكت ذا اندز اوف كروموزومز ان يوكاريوتيك سيلز. بروتكت مينتين اند بروتكت ذا اندز اوف كروموزومز ان يوكاريوتيك سيلز. التوليمرز ار ديسبوزابل بارتس، عامله زي الكنز كده نشرب ونرميها. Are disposable parts at the ends of chromosome, which are resected during cell division. يعني ممكن أجزاء منها تتقطع وتترمي. طب وإيه يعني؟ ما لما تقطع وتترمي ممكن في كل مرة الـ DNA بيحصل له replication بيتقطع أو بيترمي جزء من 25 ل 200 بيزس. الـ 200 بيزس دول اللي هم اللي إحنا قلنا عليهم بقى بيتكون منهم ال A و C و G و T دول اللي بتكون منهم التوليمرز. وبالتالي يحافظ حتى لو اتقطعوا ما قربناش من الجينز بتاعت الكروموزومز، لا دول نون كودنج بارتس، يعني ما بيعملوش اي ما لهمش اي صفه ولا بيعملوا اي بروتين ولا اي حاجه. وبالتالي لما بقول ان هم يحصل لهم ريسكشن او يتقطعوا ويترموا يبقى بيحموا الدي ان ايه، بس في نفس الوقت بيخلوا في كل مرة ان الكروموزومز بتفقد جزء منها وبتقصر شوية باي تايم، بتقصر شوية ويعني اوكي بتحافظ على الكروموزوم ان هو بيبقى اندمجد، بس الكروموزوم نفسه بيقصر عن المرة اللي قبليه. يبقى تاني فانكشن اوف تولمرك دي ان ايه اللي هو ايه؟ مينتين اند بروتكت ذا اندز اوف كروموزوم ان يوكارييوتيك سيلز. وده ملخص الفانكشنز اللي هي بروتكت ذا اندز، وصلنا اهي بروتكت ذا اندز اوف كروموزومز، نمره 2 اورجنايز ايتش اوف 46 كروموزومز، بيحافظ على الكروموزومات اورجنايز ريبليكيتد او ريبليكيت كروموزومز بروبرلي، بيعمل ريبليكيشن كروموزومز بحيث ان كل جين يحصل له ريبليكيشن وما فيش ما يحصلوش دامج ولا يقصر اللي بيقصر او بيترمي الجزء بتاع التوليمرز. وبعدين في اخر حاجه التوليمرز ار لوست جرادولي باي تايم، يعني كل مره التوليمرز تفقد جزء منها تفقد جزء منها. طيب
الانزيم اللي بيعمل التوليمرز اسمه توليمريز، بيعمل التوليمرز اسمه توليمريز. يبقى لما اقول ايه هو التوليمريز، التوليمريز ده is the enzyme responsible for تولمر سيس، يبقى تولمريز هو الانزيم المسؤول عن صناعه التولمر. And thus for the length of تولمرز، يعني يطول لي التولمرز. تولمريز is عباره عن ايه؟ زي الكروموزوم نيوكلوبروتين، بروتينز are short pieces of RNA. تولمريز بروتين زائد يعني الكروموزوم عباره عن نيوكلوبروتين، بس الكروموزوم عباره عن بروتين زائد دي ان ايه. ده التلموريز عبارة عن بروتين زي short pieces of RNA، و RNA دي مهمة أوي لأن هنعرفها دلوقتي. That add tolemers repeat sequence to the 3 end of tolemers، بيطول التولمرز من عند 3 prime end. التلموريز هنعرف بعد شوية إن هو في إنزيم اسمه جوه التلموريز دوت في خاصية الريفيرس ترانسكريبتيز. ريفيرس ترانسكريبتيز يعني ايه؟ يعني بيحول ال RNA الى DNA. يبقى التوليمريز تاني وظيفته ايه؟ يعمل تولمرز سينثيسيس. نمرة اتنين عبارة عن ايه؟ بروتين زائد نيوكليك اسيد RNA. اللي فيه خاصية الريفيرس ترانسكريبتيز يعني ايه؟ يحول ال RNA الى DNA. طيب بنقول clinical significance أو clinical aspects of telomerase. إيه هي clinical aspects؟ بنلاقي by age بال aging لما يعني الناس تصاب بالشيخوخة بنلاقي إن التوليمرز بيبقوا أقصر، لأن إحنا قلنا إن التوليمرز by time بتفقد جزء منها عشان تحافظ على بقية الكروموزوم. يبقى by age telomeres become shorter and telomerase become less active. Telomerase becomes less active. ده بيفسر الشيخوخة، يعني هنلاقي بيفسروا الشيخوخة إن بيقارنوا بين الشباب والشيخوخة إن الـ إن الـ إن by time by age إن التولمر دي بتبقى أقصر من كل by time بتبقى أقصر من مرة السابقة. ولو حصل عند شاب بسبب أو لآخر absence of telomerase هيؤدي إلى شيخوخة مبكرة premature aging. premature aging شيخوخة مبكرة. بنلاحظ كمان إن cancer cells اللي فيها high proliferation للسيلز، سيلز بتتكاثر بسرعة فيها التلوميريز highly active. highly active يبقى عكس الشيخوخة بقى highly active. التوليمريز has become an attractive target for cancer chemotherapy. يعني طالما ان هو العلماء لقوا ان الكانسر في الكانسر سيلز التوليمريز highly active وبالتالي بيساعد على اللي هو نشاط الخلايا السرطانية، طب لقوا ان في حاجة اسمها كانسر كيموثيرابي. لو انا عملت كيميكال تارجت للتوليمرز عشان يكسرها او يوقف الريبليكيشن فيها، بالتالي ممكن اوقف نمو الخلايا السرطانيه. دي كلها كلينيكال سيجنيفيكانس اوف توليمريز. طيب طبعا انا عندي مشكله دلوقتي هتقابلني في لما نقول السينثيز بتاع التوليمرز. ايه هي المشكله بقى؟ المشكلة إن أنا لما خدنا قبل كده ريبليكيشن، قلنا ريبليكيشن بيتم from 5 to 3 direction، وإن مفيش مشكلة عندي في الـ leading strand إن هو synthesize continuously، إنما المشكلة بتبقى في الـ lagging strand. والـ lagging strand هنلاقي إن في التوليمرز النهايات بتاعة الـ DNA هلاقي ان مفيش سبيس. لكن ستراند لو فكركم بيبقى فيه RNA برايمر اللي بيشتغل عليه بعد كده البوليميريز عشان يعمل اوكازاكي، مفيش سبيس في النهايات عشان ال RNA برايمر يتحط. فدي مشكله ممكن توقف موضوع الريبليكيشن. يبقى ايه المشكله عندي؟ ان في اللاجنج ستراند
البرايميز اللي بيعمل ال ار ان اي برايمر مش لاقي مكان، يعني مكان محدد جدا ان هو يشتغل عشان يعمل ال ار ان اي برايمر. So there is no way to fill the remaining gap with DNA. تاني يعني انا عندي دلوقتي، لو انا عندي ال بشتغل من ال 5 to 3، بلاقي ان في جزء تاني ده lagging strand مثلا وده leading strand، بلاقي ان الجزء بتاع ال leading strand بيشتغل، انما ال leading الجزء ده هو ما بيشتغلش، لان مفيش مكان هنا هو اتحط فيه في الاخر خالص. مفيش يعني انا هنا ادي الليدنج اهو وادي اللاجنج اهو، مفيش مكان هنا يشتغل. فين المكان؟ لو اشتغل هنا جه البرايمر واتحط هنا في الحته دي، هلاقي ان الار ان اي بوليميريز مفهوش حته هنا هو يشتغل. فدي مشكله هتقابلنا، انما اللي حلها هو هنشوف الحل بتاعها ايه. يبقى اند، بنسميها كده اند ريبليكيشن بروبلم. دي اند ريبليكيشن. يعني ايه اند ريبليكيشن؟ يعني at the end of replication عندي مشكلة. المشكلة ايه؟ ان السبيس اللي فاضل في اللاجنج ستراند لا يسمح ان البرايميز يحط ار ان اي برايمر، وبالتالي لا يسمح ان دي ان ايه يشتغل بوليميريز عليه. طيب انما التوليميريز بقى حلينا المشكلة دي. حلينا المشكلة دي ازاي؟ هنعرفها دلوقتي. يبقى تلوميريز سولف ذا بروبلم ان ريبليكيتنج لينير كروموزوم. ازاي هنعرف؟ الخطوات السينسز بتاعت التلوميريز دي ان ايه ازاي؟ ادي اللي انا كنت بحكي لكم عليه دلوقتي، ادي السينس ده، ادي ليدنج ستراند، ادي ليدنج ستراند فوق، وادي لاجنج ستراند. الليدنج ستراند مش شغال كويس، ما شغال لحد الاخر، فروم 5 تو 3، فروم في اتجاه 5 دايركشن. انما التاني بقى اللي هي اللاجنج ستراند، الجزء ده هوت لا يسمح، لو انا حتى البرايميز هنا، خلي بالك البرايميز هنا هوت لا يسمح ان هو يحط ار ان اي، وحتى لو سمح ان ار ان اي هيبقى الجزء ده هوت مش هيسمح للدي ان اي بوليميريز ان هو يجي ويعمل اوكازاكي فريم. طب الحل ايه؟ الحل ان هو شايفين ده ادي التوليميريز اهو اللي انا بحكي لكم عليه، التلوميريز اهو، وهو في اصلا ال ار ان اي. التلوميريز عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين زائد ار ان اي. اوكي ادي الار ان اي اهو، السي اي اللي هو ده السي اي اي يو وهكذا. طب وبعدين يبقى ده هيشتغل از تمبلت. هتمبلت هيطول ايه؟ هيطول اللاجنج؟ لا مش هيطول اللاجنج، هيطول الليدنج. طب ما الليدنج كويس، لا هطوله، انا هقول لكم هيطوله ليه. هيطولوا بايه؟ هيطولوا بدي ان ايه، بار ان ايه ولا دي ان ايه؟ لا هيطولوا بدي ان ايه. اذا كان ده ار ان ايه يطول ازاي بدي ان ايه؟ بالريفرس ترانسكريبتيز اكتيفيتي اوف تولوميريز. يبقى انا قلت لكم تولوميريز في مواصفات الاتيه، في نمره واحد ان هو بروتين زائد نيوكليك اسيد، نيوكليك اسيد هو الار ان ايه، وفي كمان ريفرس ترانسكريبتيز اكتيفيتي. يعني ايه؟ اول حاجه ان في ار ان ايه، فالار ان اي ده هيشتغل تمبلت للدي ان اي اللي قصاده، بس هيشتغل تمبلت عشان يعمل دي ان اي. ليه؟ لان في ريفرس ترانسكريبتيز اللي هو بيحول الار ان اي للدي ان اي. طيب خلينا كده نشوف التفاصيل هنا اهي. ادي الرسمه اللي احنا كنا شايفينها اهي، ادي الليدنج ستراند هنا هي فوق، والجزء ده هو اللي انا بقول لكم عليه اللي هو لا يسمح للبرايميز ان هو يحط الدي ان اي. يجي هنا اهوت التوليميريز بالار ان اي برايمر بتاعه بالريفرس ترانسكريبتيز بتاعه، ويعمل بيز بيرنج في الجزء ده، شايفين ده الجزء ده، يعمل بيز بيرنج مع الدي ان اي. طب بعدين يجي بقى فري نيوكليوتايد تبتدي تخش تكمل الليدنج ستراند، تكملها بناء على ايه؟ تكملها بناء على الار ان اي تمبلت اللي موجود هنا اهو، بس هتكملها مواصفات الدي ان اي اللي هي دي اوكسي نيوكليوتايز ودي اوكسي شوجر. تبتدي تكمل، هلاقي لو انا بصيت الفرق هنا بيزس ار ادد يوزنج ار ان اي تمبلت، يبقى ده هلاقيه طول. يعني لو قارنت ده شايفين هنا وقارنت ده شايفين هنا، طول بالمقدار ده، طول بالمقدار ده. يبقى اذا
التوليمريز هنا طول الليدنج ستراند، وبعدين يتحرك التوليمريز في الاتجاه ده، شايفين زي سهم كده يتحرك. طيب وبعدين يعمل بيس بيرنج تاني مع الحتة دي، مع الحتة دي، وبعدين يبتدي برضو تاني مجموعة من النيوكليوتايدز زي دول كده، يخشوا برضو تاني، يخشوا في الحتة دي، وبعدين يطول دي برضو، شايفين هنا طول هنا اهي وكانت هنا. يبقى اذا انا عملت ايه؟ لينثنينج او تطويل او ريبليكيشن للليدنج ستراند. طب وبعدين اصبح بقى عندي هنا، شوف كان المسافة هنا فوق قصيرة، مش قادر اللي هي الحتة دي اهي اللي انا قلت لكم عليه، مش قادر يجي البراميز ولا يحط ار ان ايه، لا ده هنا بقى في مسافة طويلة قوي. يبقى هنا البراميز ممكن يشتغل يضيف ار ان ايه برايمر، اوكي، والار ان ايه برايمر بيبقى فيه مسافة اهي جامدة اهي تسمح للدي ان ايه بوليميريز ان هو يجي يشتغل ويحط النيكوتايز بتاعت الدي ان ايه على الاو اتش بتاعت ال 3 برايم او اتش بتاعت الار ان ايه. يبقى اذا هيكمل ان هو كانه بيعمل اوكازاكي فراجمنت، بعد كده لما يكمل الحته دي الار ان ايه برايمر يتشال، وبالطريقه دي اتعمل البوليمريز وطول البوليمريز. ده السنسز اوف توليميريك دي ان ايه. طبعا دي التفاصيل بتاعتها نفس الكلام اللي انا قلته لحد ما الخطوه الار ان اي برايمر از ريموفد. كده خلصنا يبقى الدرس بتاع النهارده. كنا بنتكلم عن ريفرس ترانسكريبتيز ويعني ايه وتطبيقاته موجود في الفيروس والستبس بتاعته والفانكشن بتاعته، واتكلمنا على التوليمرز برضه نفس الحكايه، يعني ايه تولمرز وموجود فين والاستراكشر بتاعته وايه الفانكشن بتاعته وفائدته وازاي بيحصل له سنس. في سيلف دايركت ليرنينج اساينمنت، ريفرس ترانسكريبتيز انزايم كان بي يوز ان مولكولار بيولوجي تكنيك، زي ما قلت لكم انا، قول لي بقى يعني ايه التكنيك اللي ممكن استعمل فيه الريفرس ترانسكريبتيز. summary and wrap up تبقوا تقروه. reverse transcriptase قلت لكم enzyme used to generate complementary DNA from RNA. RNA اللي هو يتحول إلى DNA. عملية اسمها reverse transcription. الـ function بتاع reverse transcriptase قلت فيه يا إما replication للفيروسات للفيروسز، يا إما replication of telomeres، أو important في الـ DNA technology techniques. نمرة اتنين اتكلمنا على التيليمرز وقلنا إن هي نيوكلي بروتين formed of معلش هنا دي التوليمرز عبارة عن DNA plus بروتين، وقلنا الـ DNA ليه مواصفات معينة اللي هي الـ TT والـ A والـ GGG و located at the end of linear chromosomes. الستراكشر بتاعت اهي تي تي اي جي جي جي، انا قلت لكم المواصفات بتاعتها هي ده اهي، وبتتكرر كتير كيلو فور سيفرال كيلو بيزس. اللي بيسال الفانكشن بتاعت التوليمرز ار نيدد تو مينتين اند بروتكت ذا اندز اوف كروموزومز ان يوكاريوتيك سيلز، واللي بيصنع التوليمرز ار توليمريزس، وقلنا الفانكشن بتاعته والكلينيكال ابلكيشن او كورليشن بتاعته. بعض الاسئله اللي تجاوبوها اللي هي فورمة الاكزام تشوفوها. ودي الريفرنسز تقروا منها. وأعتقد إن كده خلصنا المحاضرة الثانية من الريبليكيشن. أتمنى إن تكونوا فهمنا مع بعض الدرس ده، ونلتقي إن شاء الله في محاضرات تانية، وشكرا جزيلا.